اؤمن بان هذا الجيل الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى والقلق الى الاستقرار والامن قادر على اتمام تجربته التنمويه الشامله التي تشهد تقدما سريعا يطول كل شبر من انحاء الوطن من البنيه التحتيه والطرق والنقل والتجاره التي تشهد ثوره حقيقيه تؤهل مصر لمصاف الدول المتقدمه الى الطاقه الكهربائيه والغاز والبترول والطاقه المتجدده والخضراء الى استصلاح الاراضي بمساحات ليس لها مثيل في تاريخ مصر الى الصحه والتعليم وهم شغلنا الشاغل من خلال القضاء على امراض طالما اوجعت المصريين وانشاء المدارس والجامعات الحديثه وتوطين علوم العصر في مصر مرورا بتطوير المناطق غير الامنه وغير المخططه انقاذا للملايين من اهالينا من واقع لا يليق بهم ولا بمصر الى انشاء مدن جديده متطوره في جميع انحاء الجمهوريه لحل ازمه التكدس السكاني ورفع جوده الحياه للمصريين وصولا للانطلاق على طريق التصنيع المتقدم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي